علاجه وسواس الموت. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله في حلقة لعلاج وسواس الموت. العلاج النفسي والعلاج المعرفي الإدراكي السلوك أو ما يسمى بالعلاج بالكلام، هذا العلاج الفعال لعلاج وسواس الموت، والذي يعمل على تعزيز استقلالية مريض وسواس الموت وكيفية العيش دون قلق والتفكير في الموت، وذلك من خلال مواجهة الخوف وتعزيز الشعور بالانتماء إلى المجتمع وتغيير نمط التفكير في الموت. وأيضا هناك بعض المرشدين الذين يقدمون لكم الاسترخاء والتفكير بهدوء وعلاج الأمر. اذهبوا إلى أي معالج نفسي، وإذ كنتم معنيين بهذا الأمر أستطيع مساعدتكم والتواصل معكم. أخبروني بالتعليقات وأنا على أتم الاستعداد.